اللقاء يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات الجهوية التي تعقدها الفيدرالية الوطنية لنساء التجمع بهدف مدارسة ومناقشة مدونة الأسرة، بعدما تفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإطلاق ورش التفكير في سبل وصياغ تنقيح وتجويد مدونة الأسرة بعد التجربة الطويلة، يعني حوالي 18 سنة من التعامل بهذا النص القانوني أمام المحاكم. المؤتمرات هي لحظات استماع للخبراء، للنساء، للمسؤولات في هياكل الحزب، وتوسيع الاستماع إلى كل الحساسيات وكل الفئات بهدف بلورة أطروحة تعبر عن موقف التجمع الوطني للأحرار والإصلاحات التي سيدافع عنها بهدف تمكين بلادنا من تنقيح توافقي وإصلاح توافقي لمقتضيات مدونة الأسرة، من أجل إصلاح بعض الاقتلالات التي عبرت عنها الممارسة، واستكشاف آفاق واعدة تكرم المرأة وتوسع حقوقها وتعتني بالطفل وتجعل من المدونة في صيغتها الجديدة إن شاء الله فتحا جديدا في مسيرة المرأة المغربية والأسرة المغربية نحو الكرامة، خاصة مع اعتماد حكومة عزيزة خنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار للدولة الاجتماعية كطموح وكأفق نعبئ جميع الوسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية لكي يتحول إلى واقع يومي ينعم به المغاربة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.